إذن في الفيديو السابق شفنا بحالاش نصاوبو كونت في فايفر اللي هو هذا كما كتشوفوا، وفي هذا الفيديو غادي نوريكم بحالاش تصاوبو كونت في اي سي او كلوركس. الا ما شفتيش الفيديو ديال فايفر شوف الفيديو اللي قبل من هذا راه غادي تلقاه تما. إذن غتمشيو لجوجل غادي تقلبوا على اي سي او كلوركس بحال هكا اي سي او كلوركس، غيطلع لك الليان الاول، اولا غادي تهبط للديسكريبسيون غادي تلقى الرابط ديال اي سي او كلوركس. من بعد غادي تجي غتكليكي على جوين، غتطلع لك هاد لانيس. اش كيطلب منك؟ كيطلب منك اليوزر نيم، ايميل، باسورد. حنا كيما ديما غنخدمو بهاد الجيميل هذا، غادي نقول له هذا هو الايميل، هذا هو ندير له شي يقول لي سباس. اذا يوزر نيم، ايميل، هنا وتحط ليه الباسورد. غايقول لك غادي خصك دير نفس الباسورد باش تكونفيرمي ودير كونتينيو. كان فيه شي غلط راه غادي يطلع لك هادشي كامل بالحمر، غايقول لك راه عندك غلط. غادي نتسناو يصيفطو لينا. ديما شوف في الايميل ديالك واش صيفطو لك تكونفيرم. إذا درنا كونتينيو نشوفو في اليوزر نيم ما خصكش دير ليسباس داكوغ، انت وقت ما طلعت لك شي حاجه حمراء فيريفي. هنا قال لك واش انت باير ولا سيلر، حنا هذا بغينا باش نبقى نبيعو نشريو ولا بغينا نشريو. بالنسبه لك انت غدير باير حيت هنا غادي غتشري ما غاديش تبيع في سي او كلوركس، يمكن لك تبيع فيه ولكن حنا في هاد لا ميثود بغيناه باش نبقى ناخدو منو لي سيرفيس. غتقول لي انا باير وغتحط ليه اليوزر نيم ديالك وغدير ليه ام نوت ا روبوت. بالنسبه لهنا دير لي سباس حيت كيقولك عطيني الفول نيم، وغنديرو جوين. من بعد ديما طلع على الايميل ديالك كيف ما صيفطو ليك، وهنا كيقول لك ويلكم. غتكليكي على هنا باش تكونفيرما لك الكونت. علاش كنقول لكم نقلبوا في الايميل؟ حيت كيصيفطوا لكم هاد لي زيميل باش تكونفيرميو. ها هي اللي كتشوفي كونفيرم ميل، عارف بلي خصك تكونفيرمي. المهم حنا هو كليكينا عليه ونخليوه يكونفيرمي. نرجعوا لهذا ديالنا نفس القضية، غادي تمشي للبروفايل بروفايل هنا راه شوف بحال كريت شي كونت فيسبوك، دير التصويرة ديالك، كدير السمية ديالك، واحد بتي ديسكريبسيون على شكون نتا الى اخره. ها هو سيدي الايميل ديالنا تكونفيرما، وهذا هو البروفايل ديالك. هادشي كامل راه تقدر تبدلو، شتي هاد ليكون هادي لو ركتي عليها هنا فين يمكن لك تبدل الايميل هذا ديالك. الوغ بغيتي دير هاد الكوفر كتكليكي على هنا وكت هنا اش قالك هنا غادي تخصك. هادا هما لي ديمونسيون ديال الكوفر، ماشي اي تصويره تيلي شارجتيها ديرها. انا نوريك اكزومبل، الا درتي سيليكسيوني غنمشيو ليه مثلا. انا بغيت ناخد لكم غير شي اكزومبل ديال شي تصويره. شفتي التصويره كتشد هادشي كامل وما كتبانش مزيان، داكشي علاش هما دايرين لك هاد لي ديمونسيون. هاد لي ديمونسيون غادي تحترمهم. هاد لي ديمونسيون فين تصاوبهم؟ في كانفا. الفيديو اللي تابع هذا هو ديال كانفا، غادي نشرح لكم كانفا وغادي نشرح لكم بحال تبقى تصوبوا في هاد لي كوفر. اذا هادي ديال البروفايل، غادي تسيليكسيوني الايماج. اش من ايماج غادي ديك اللي درتي في فايفر داكوغ،
ودي رضان حتى هي راه نفس الشيء. ها هي راه داير لك هنا 300 على 300، الا ما درتيش 300 على 300 ودرتي التصويره كيجبدوها. كنجيو البروفايل، هنا كدير something about you، هنا كتعاود لهم على راسك، كتقول لهم I'm from شي حاجه مثلا موروكو، a digital marketer الى اخره. ما عندكش مع الانجليزي لجوجل، جوجل تراديكسيون بالعربيه للانجلي وحطها هنا. هذا راه اوبشنال يعني تقدر ما ديرش، ماشي مشكل. نمشيو للبيمنت دابا، ركز معايا. البيمنت هنا باش غادي تبقى تخلص، هاد بيمنت ميثود هنا باش تخلص وباش تبقى. شنو قال لك هنا؟ قال لك ميثود بيمنت كان بي يوز تو اكسبت بيمنت. شنو كي اكسبت؟ كريديت كارد، ديبيت كارد، بنك ترانسفير، وباي بال. يعني كي اكسبت كلشي. ها الباي بال، الناس اللي عندهم الباي بال، وها سترايب، الناس اللي عندهم سترايب، وها البايونير، الناس اللي عندهم بايونير. ما غاديش تحل، تفهمنا؟ انت اللي عندك غدير هنا وصافي. انا هادشي هذا هو المهم في هاد لا ميثود. دابا حنا غادي نجيو الشوبين. ها شوبين دي كليك عليها باش نوريك فاش كتاخد شي اوردر. هنا فين كيتحط لك فهاد شوبين، ها هي يور اوردرز، هادي هي الهوم. كليك على الهوم وشوف انت لي سيرفيس اللي كاين. انت براوزي مع راساتك، شوف مع راساتك، باش في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوريك بحالاش تبقى تاخد لي سيرفيس من هنا وتحطهم فايفر في الكونت ديال فايفر ويكون خير ان شاء الله. اذا شكرا لكم على حسن المتابعه. كما قلت لكم لي لينك غادي تلقاهم في الديسكريبسيون، ولا عندكم شي سؤال خليو ليا كومونتير. السلام عليكم.